مساء الخير والسعادة، وحشتونا كالعادة من الأسبوع اللي فات. أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم 50 دقيقة. مساء الخير أروان. مساء النور يا إسلام، ومساء النور على كل المشاهدين اللي بيتابعونا ومتابعين برنامج 50 دقيقة. معنا إيه النهاردة؟ معنا النهاردة فقرتين، أول فقرة لأهم وآخر الأخبار على الساحة، والفقرة الثانية هيبقى معنا ترندين. الترند الأول عن ظاهرة غريبة انتشرت مؤخرا، وهي بيع الأطفال على السوشيال ميديا. والترند الثاني معانا عروسة جمعت بين عريسين في شهر العسل، كل واحد أسبوعين. نبدأ بأخبارنا النهاردة، ومعانا خبر من الصحة. الصحة: كل الغير قادرين سيحصلون على لقاح كورونا مجانا. قال دكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إن زيارة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد للبنان جزء من الدعم المصري للأشقاء، ويعبر عن المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق مصر، مضيفا أن هناك انحسارا كبيرا في أعداد إصابات فيروس كورونا، ولا يجب أن نتهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي. وتابع أنه تم فتح التسجيل للحصول على لقاح كورونا عبر الموقع الإلكتروني للأطقم الطبية، وبعد الانتهاء منها ستبدأ المرحلة الثانية، مضيفا أنه ننتظر الموافقة النهائية واعتماد لقاح سبوتنيك الروسي لبدء توفيره في مصر. الداخلية توزع الهدايا على المواطنين بالشوارع بمناسبة عيد الشرطة. مواصلة رجال الشرطة بكافة مديريات الأمن الاحتفال بعيد الشرطة مع المواطنين والنزول إليهم بالشوارع والميادين، وتوزيع الزهور والهدايا على المارة ومستقلي السيارات، وذلك احتفالا بالذكرى 69 لعيد الشرطة، وإيمانا من أجهزة وزارة الداخلية بمشاركة الاحتفال بهذه الذكرى مع كافة أطياف المجتمع المصري، كونها ذكرى راسخة في أذهان المصريين لا تنسب فقط إلى الشرطة المصرية بل إلى جموع الشعب بأكمله. وأعرب المواطنون بمناسبة تلك الذكرى الخالدة عن خالص تقديرهم لجهاز الشرطة ودوره في تحقيق رسالة الأمن، وتضحيات الشهداء الأبرار لحفظ الوطن وصون مقدراته. الحكومة: إصدار 568 ألف بطاقة تموينية جديدة للأسر الأكثر احتياجا. أصدرت الحكومة 568 ألف بطاقة تموينية جديدة للأسر الأكثر احتياجا. كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن حذف 14 مليون مواطن من مستحق الدعم التمويني ومنظومة الخبز المدعم، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي نفت تلك الأنباء. منافس كلنا واحد توفر أغذية مخفضة الأسعار ب 700 شادر. استقبلت منافس كلنا واحد أمس الخميس عددا كبيرا من المواطنين لشراء مستلزماتهم، بعدما أطلقت وزارة الداخلية مرحلة جديدة من المبادرة لتوفير الأغذية للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، وبمناسبة الاحتفال بالذكرى 69 لعيد الشرطة. بلومبرج: مصر تعيد فتح منشأة الغاز المسال بدمياط لتصبح موردا رئيسيا لأوروبا. قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن مصر تستعد لتعزيز صادراتها من الغاز المسال بإعادة تشغيل أحد المنشآت الإنتاج لديها، مضيفة أنها تسعى لأن تكون مورد رئيسي لأوروبا. ونقلت كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه في ضوء ما تردد عن أنباء بشأن تطبيق الوكالة تصريحات نفت الوكالة ونقلت الوكالة تصريحات وزير البترول طارق الملا التي أدلى بها في مقابلة، وقال فيها إن مصنع دمياط الذي كان متوقفا عن العمل منذ 8 سنوات سيفتح بحلول نهاية فبراير، وقال إن المصنع سيعالج نحو 4.5 مليون طن من الغاز المسال سنويا، ويرقع قدرة البلاد إلى
1.2 مليون طن، وعلقت بلومبيرج قائلة إن عودة مصنع دمياط والمصنع الآخر في إيدكو التي انتعشت صادراته بعد انخفاضه العام الماضي في ظل جائحة كورونا تمثل إحياء لجهود مصر في صناعة الغاز المسال. يبقى أنت أكيد في مصر. مسيحي يخدم عجوز مسلمة منذ 10 سنوات. جورج قال زوجها توفى ولا أحد يعولها فخدمتها لوجه الله، ويؤكد زي أمي ونفسي تنتقل لدار رعاية. والحاجة عزيزة قالت هو اللي طلعت بيه من الدنيا. في مشهد جميل ضرب رجل مسيحي المثل والقدوة الحسنة لخدمته عجوز مسلمة تعيش بمنطقة العجيزي في مدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية بعدما مات زوجها ولا يوجد لديها أبناء أو أحد من أقاربها ليعولها، حيث إنها من مواليد محافظة كفر الشيخ. الحاجة عزيزة إبراهيم البالغة من العمر 76 عاما، وجورج العدلي أحد سكان المنطقة التي يعيش فيها والذي تفرغ ووهب حياته لخدمتها منذ 10 سنوات بجانب عمله كسائق تاكسي، حيث يقوم بتقسيم يومه بين خدمة السيدة العجوز وعمله وقضاء احتياجات أسرته. وقالت عزيزة كنت أعيش في مدينة دسوق التابعة لمحافظة كفر الشيخ، وعندما تقدم لي زوجي وجاءت وظيفته بوزارة الأوقاف بمدينة طنطا انتقلنا في مدينة العجيزي، ثم بعد ذلك توفى زوجي في عام 73، ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن وأنا أعيش بمفردي في هذه الغرفة. نستكمل هذا الخبر. المسيح الذي يخدم مسلمة منذ 10 سنوات قالت أخرج في الصباح أطعم الكلاب والقطط في الشوارع أمام المنزل ثم أرجع إلى فراشي في نهاية اليوم، وأضافت يتواصل معي القليل من أهلي بكفر الشيخ ولكن ظروف الحياة جعلت الجميع في حياته الخاصة، وعندما كبر سني ولم أستطع الحركة إلا بصعوبة وهب لي الله ابني جورج لمساعدتي في قضاء كافة احتياجاتي دون أي مقابل، ولكن لوجه الله تعالى دون أن يمل في يوم من الأيام، ففي كل صباح يقوم بالإطمئنان وتحضير الفطار داخل غرفتي ثم يخرج إلى عمله ويأتي آخر اليوم ليوفر لي احتياجات اليوم التالي. ومعانا أخبار الرياضة. رغم الخسارة الرئيس السيسي يشكر منتخب مصر لكرة اليد على أدائهم المشرف أمام الدنمارك. والخبر الرياضي الآخر من الدوحة. الدوحة تكتسي باللون الأحمر وكواليس استقبال أتوبيس النادي الأهلي بقطر. حبس طبيب وزوجته أجبر شاب تيك توك شهير على ارتداء ملابس نسائية وتصويره. أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس طبيب وزوجته لاتهامهما باستدراج شاب صانع مقاطع فيديو غنائية على موقع تيك توك للفيلا الخاصة بهما، وإجباره على ارتداء ملابس نسائية وتصويره في أوضاع مخلة بسبب تهديد الشاب للمتهمة بنشر صور خاصة تجمعهما قبل زواجها من الطبيب، وتم حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق. اللجنة العليا للفيروسات. فاعلية اللقاح الصيني جيدة ولا داعي للتردد في التطعيم. قالت الدكتورة وجيدة أنور عضو اللجنة العليا للفيروسات إن هناك انتظام في تطعيم الأطباء بلقاح فيروس كورونا، ويظهر على الملقحين أعراض بسيطة مثل أعراض مصل الإنفلونزا العادية، مضيفة هناك نسبة من الأطباء رفضوا التلقيح بسبب أن لديهم أجسام مضادة، والأشخاص الذين يعانون من أي نوع من حساسية ضد التطعيم أو دواء معين سيتم إعفائهم بالطبع من تلقي اللقاح. وتابعت عضو اللجنة العليا للفيروسات أن فاعلية اللقاح الصيني جيدة والشركات تتصارع في إنتاج اللقاح حتى يكفي لعدد كبير، ولا بد من وجود تنوع في اللقاحات ولا داعي للتردد في أخذ اللقاح، مضيفة إلى أنه لا بد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية حتى بعد أن يلقح الشخص بالمصل. مصر ترسل مساعدات طبية إلى لبنان بتوجيهات من الرئيس السيسي. بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي أرسلت مصر
ثلاث طائرات محملة بالمساعدات الطبية إلى دولة لبنان الشقيقة. وحسب فيديو منشور على موقع وزارة الدفاع، فقد قامت القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الصحة وجامعة الدول العربية بتجهيز ثلاث طائرات نقل عسكرية محملة بالمستلزمات الطبية وإرسالها لدولة لبنان الشقيقة. المتهمون بهتك عرض ممثلة يقولون تمزق ملابسها أثناء السرقة دفعنا لمحاولة اغتصابها. اعترف المتهمون بسرقة شقة ممثلة بحدائق أكتوبر في محافظة الجيزة وهتك عرضها أن أحدهم سمسار وراء التخطيط لارتكاب الجريمة، لعلمه أنها تقيم بمفردها بسبب معاملات تجارية سابقة بينهما ومساعدتها في شراء سيارة، ولعلمه باحتفاظها بمبلغ مالي استعان بشقيقه وأحد أصدقائه لارتكاب الجريمة حتى لا تتعرف عليهما المجني عليها. أضاف المتهمون خلال اعترافهم أمام الرائد طارق مدحت رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر أن هدفهم كان سرقة المجني عليها وليس اغتصابها، وتوجهوا في التوقيت المحدد لتنفيذ الجريمة وانتظر السمسار بسياراته. وصعد المتهمان الآخران لشقة الممثلة عين دال وطرق باب شقتها وادعي أنهما يعملان بشركة الغاز وحضر لفحص العداد، وفور فتح الباب قيد حركتها وفتش في محتويات الشقة واستولي على مبلغ مالي. وخلال محاولتهما مقاومتهما تمزقت ملابسها، فقرر المتهمان الاعتداء الجنسي عليها، إلا أنهما فشلا في تنفيذ جريمتهما وفرا هاربين خشية ضبطهما. أنباء عن عودة المخرج الكبير خالد يوسف لمصر ومصادر قضائية غير مطلوب في قضايا كشف مصادر عن عودة النائب البرلماني السابق والمخرج الكبير خالد يوسف قريبا إلى مصر بعد سنوات قضاها خارج البلاد. وكشفت مصادر قضائية أن المخرج خالد يوسف ليس عليه أي قضايا وأن موقفه القانوني سليم تماما ويتمتع بكافة حقوقه كمواطن في التنقل والسفر من مكان إلى آخر. لافتة أنه يستطيع دخول البلاد في أي وقت كونه غير مطلوب على ذمة أي قضايا أخرى. وكان المخرج خالد يوسف سافر في وقت سابق خارج البلاد ليعيش لفترة خارج مصر مع زوجته الفنانة التشكيلية شاليمار شربطلي. مودة الأدهم تدخل في نوبة بكاء هستيري بعد ترحيلها لسجن القناطر. دخلت مودة الأدهم فتاة التيك توك في حالة بكاء هستيري عقب قرار محكمة جنايات القاهرة بقبول استئناف النيابة العامة وإلغاء قرار إخلاء سبيلها مع استمرار حبسها 45 يوما على ذمة التحقيقات، بينما سيطرت حالة من الفرحة على زميلتها حنين حسام عقب قرار الإخلاء سبيلها، لكنها أصيبت بالحزن بعدما عجزت عن سداد كفالة الإفراج عنها نظرا لإغلاق خزينة المحكمة في المواعيد المحددة قبل صدور قرار الإفراج. الحكومة عن شائعة فرض 50,000 جنيه غرامة التصوير داخل النوادي غير صحيح. كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن تطبيق غرامة مالية بمقدار 50,000 جنيه على من يقوم بالتصوير داخل النوادي العامة، وتواصل المركز مع وزارة الشباب والرياضة والتي نفت تلك الأنباء مؤكدة أنه لا صحة لتطبيق غرامة مالية بمقدار 50,000 جنيه على من يقوم بالتصوير داخل النوادي العامة. وأكدت وزارة الشباب والرياضة أنه لم يصدر أي قرار بهذا الشأن، موضحة أن التصوير في الأماكن العامة غير مخالف للقانون طالما أنه لم يتنافى مع الآداب العامة وأن المكان غير محظور التصوير فيه، مشددة على ضرورة الالتزام بالحفاظ على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين أثناء التصوير باعتبار الاعتداء عليها جريمة يعاقب عليها القانون. وبكده حضراتكم انتهت فقرتنا الإخبارية، وهنخرج لفاصل واستنونا، معانا ترندين مهمين قوي. ترند الأولاني لبيع الأطفال في سوق النخاسة على صفحات التواصل الاجتماعي، والترند الآخر الحاجة زهرة. استنونا بعد الفاصل. We'll be right back.
رجعنا لكم مرة تانية أعزائي مشاهدين، والفقرة التانية وهي فقرة سوء النخاسة. إيه يا إسلام فقرة سوء النخاسة دي؟ مش عارف، إحنا رجعنا لعصر المماليك تاني وبيع الرق وبيع الناس في الأسواق بتاعت بيع البشر ولا إيه بالظبط؟ مش فاهم الخبر، غريب جدا. ولكن على السوشيال ميديا دلوقتي أصبح في سوء للنخاسة خفي، ولكن هذا جعل الجهات الأمنية اليقظة إن هي تتحرك وتضبط المتهمين اللي بيقوموا ببيع أولادهم على أو طفلتهم. في الحالة دي عندنا طفلة تم عرضها للبيع على السوشيال ميديا وعلى الفيسبوك، والقصة عبارة عن إن تمكنت أجهزة الأمن من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالترويج عن بيع طفلتيهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولا سيما جرائم الاتجار بالبشر. أكدت معلومات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام إحدى الفتيات بالإعلان عن عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن رغبتها في التصرف والتنازل عن طفلتها حديثة الولادة بمقابل مادي والتواصل وبالاتصال مع عملائها من راغبي تبني الأطفال عبر برامج وتطبيقات المحادثات النصية بينهما ماسنجر بالمخالفة بالقانون وبإجراء التحريات وجمع المعلومات. أمكن تحديد صاحبة الحساب المذكور وزوجها وتبين أنهما سيدة مقيمة بدائرة مركز شرطة نجع حمادي بقنا، والزوج مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة. وعقب التقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أمكن ضبطهما ونجلتهما الطفلة حال قيامهما بعرضها للبيع مقابل مبلغ مادي بدائرة قسم شرطة الويلي بالقاهرة. كما ضبط مع المتهمة هاتف محمول يحوي العديد من الرسائل والمحادثات النصية والصوتية على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك واتساب الدالة على ارتكابها جريمة الترويج لبيع نجلتها. وبمواجهتها أقر بأن الطفلة التي قام بعرضها للبيع نجلتهما وبحوزتهما شهادة ميلاد لها مثبت بها بياناتها كوالدي الطفلة، وأنهما قام بذلك نظرا لمرورهما بضائقة مالية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية. ايه رايك في الموضوع ده؟ يعني انا شايف حضرتك ان الموضوع ده ممكن يكون وسيله للتسول. يعني في ناس بيقول لك ان في ناس بتعمل كده على الفيسبوك، بتقول انهم بيبيعوا اولادهم فتقوم الناس تتصل بيهم، يا حرام طب ليه، طب احنا محتاجين ايه واحنا نديكي فلوس عشان خاطر ما تبيعيش ابنك او بنتك وكذا. دي وجهة نظر دلوقتي، في ناس بتقول كده ان ده ممكن يكون سبب، ولكن بالتحريات وبضبط التليفون اللي مع الزوجة تبين ان هي بتكلم عملاء لشراء اطفال حديث الولادة، وكمان بتعرض اسعار ومن خلال الرسائل ده هي فعلا بتبيع بنتها مش بتتسول. يعني فعلا هي طالبة اسعار وناس بتعرض فلوس، وقصة ان ده عملية التجار بالبشر. ويعني شيء غريب جدا ان يتحول انسان النهاردة ان هو بيبيع فلذة كبده من اجل الحصول على حفنة من المال او حفنة من الدنانير بقى اذا احنا رجعنا لعصر المماليك. يا روان فرأيك ايه في اللي بيحصل ده؟ يعني انا يعني هو احنا دايما لما بنسمع على فكرة ان حد ممكن يكون بيشحت مثلا باولاده او كده، يعني بس ما بيبيعهمش دي الفكرة يعني. بس احنا لو هنلاحظ برضو يا اسلام لو جينا ركزنا هنلاقي ان السيدة مقيمة في مكان وزوجها في مكان وبيبيعوا في مكان تالت خالص، ما عشان هم يهربوا من أجهزة الأمن. لكن هم مخططين. احنا عندنا ما شاء الله وزارة الداخلية بها ضباط أكفاء وأفراد أكفاء رصدوا الموضوع وتم القبض عليهم، بالرغم من أنهم بيحاولوا أنهم يتخفوا أن الزوجة عاملة محل إقامة في قنا، وممكن هي محل ميلادها قنا في نجع حمادي محافظة قنا، والزوج قاعد في المطرية في القاهرة. وبيبيعوا فين؟ في الويلي ولا فين؟ أنا
شفتها في الويلة أعتقد. في الويلة. بيبيعوا في الويلة يعني، بصوا حاجات كده، ولكن الحمد لله احنا عندنا جهاز أمني يقظ ربنا يحميهم. فدلوقتي يعني الموضوع ده يعني مش تسول، يعني الحالة اللي قدامنا دي مش تسول زي الناس ما بتقول انهم بيتسولوا. هي تجارة فعلا. احنا للأسف وصلنا لمرحلة ان الواحدة بتخلف علشان تبيع عيالها، فيعني هو فعلا مش تسول. فاحنا محتاجين يعني احنا تحولنا الى مزارع انتاج بشري مثلا، يعني في ناس ولا الظاهرة دي احنا مش عارفين. احنا طبعا عايزين مداخلات. معانا مداخلة دكتورة إيمان عبد الله، دكتورة علم النفس والإرشاد الأسري والصحة النفسية. أهلا بحضرتك يا فندم، مشرفانا. أهلا بحضرتك. أهلا بسعادتك. رأي حضرتك في هذه الظاهرة التي تم رصدها والقبض على المتهمين ببيع نجلتهما، رأي حضرتك إيه في هذه القصة؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، وأهلا وسهلا بحضراتكم. أهلا. وطبعا يعني إحنا ما نقدرش نقول إنها ظاهرة، يعني الحمد لله إنها مش ظاهرة، يعني هي طبعا حالات فرديه وان شاء الله بيتم يعني حصرها، وبيتم طبعا يعني طبعا متابعه الانترنت او ايا كان العصابات او الـ 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 يعني طرق البيع ايا كان. طبعا هي على العموم بيع الابناء هي طبعا جريمه، وانا بعتبرها نوع من انواع تجاره البشر، يعني كارثه انسانيه لما يكون الاب والام هم اللي بيبيعوا. قد تكون نوع من انواع التجاره، قد تكون نوع من انواع العوز والفقر الشديد، ممكن قد يكون انتهاك الطفوله وحب تملك، يعني هم دول اكيد يعني الاباء. يعني حضرتك اعتقد اما بيكون في حالات عوز وفقر شديد متهيألي بتطلع تشحب بيهم مش تبيعهم، يعني هي بتطلع بتستخدمهم كوسيله لكن فعلا مش بتعرضهم للبيع. يعني اذا ضاق الامر متهيألي ده في حاجه خلل نفسي او ايه الموضوع بالظبط، ده مرض نفسي ولا ايه يا فندم؟ لا، هو تعددت الاسباب وطبعا والاساءه للابناء واحد، يعني قد يكون في اسره تفكيرها انها تتسول بيهم، في أسرة بتلاقي إنها محتاجة المبلغ على بعضه بقى، يعني هي عايزة تبيع تاخد 20,000 60,000 عايزة تمشي حالها للسنة القادمة لما ممكن تخلف تاني، واخد بال حضرتك؟ كل أسرة وليها نظامها في بيع أولادها يعني مع الأسف. فهنا لما تنعدم الرحمة إذا حضرتك تتوقع بقى كل السلوكيات اللي حضرتك شايفها، وإحنا مش هنقدر إن إحنا نتهم الناس دي باضطراب نفسي أو عقلي حسب الحالة، قد يكون هناك نوع من الاضطراب النفسي أو العقلي، ولكن معظمهم ابتدوا ان هم يخلوا الحاله الماديه هي اهم من ابنائهم، وده بنسميه خلل اخلاقي ومجتمعي وتدني في الثقافه الدينيه خالص. هي مش في دماغهم حكايه الثقافه الدينيه او ان انا اكون شخص متدين او اخاف ربنا. فبالتالي الجزء المادي عشان البي احتياجاتي لبقيه اخواته او لبقيه اولاده او، فبالتالي بيفكر في ان هو يا إما يقتل أولاده، يا إما يبيع أولاده، يا إما يتسول بأولاده، ودي نوع من أنواع التجارة، لأنه أولا هي تجارة أساسا بيع الأولاد عندنا أو التبني عندنا في مصر محرم وممنوع. حتى لو هو يعني قال للشرطة إن أنا بعت أو أولادي، يعني في طلب تبني مش من حق، ده مش هيروح في داهية. يعني مش من حقه يقول إن أنا بعت بعقد وإن العقد أهوت وأنا حر وكده، مش من حقه يتصرف في أولاده. ده طبقا للقانون وطبقا اعتقد الشرع كده يعني طبعا. فانا شايف ان في برضه خلل في غريزه الامومه. هكلمينا ايه اللي خلى الام النهارده انها تستغنى عن ضناها وتبيعه بهذا الشكل من اجل حفنه من الاموال؟ معانا دكتوره؟ يبدو ان الاتصال قد انقطع. بس سمع حضرتك. بقول لحضرتك ايه اللي دفع الام ان هي تتنازل عن غريزه الامومه وتبيع بنتها في هذا السن بهذا الشكل؟ يعني ايه الاسباب النفسيه، ولا يعني قولي لنا ايه الخلل؟ هو لو حضرتك هي اصلا متربيه على هذه الغرائز، يعني تربت على ان في تعاطف ورحمه وحد احتضنها وتربت في بيت سوي، اكيد عمرها ما هتعمل كده الا لما تكون مريضه نفسيا او عقليا. لكن لو هي في الحاله اللي احنا شفناها، هي هنا طبعا ما هياش مريضه نفسيا، هي حد زي ما قلت لحضرتك مش قادر يتكيف مع الوضع اللي هي فيه، هي عايزه فلوس دايما، هي عندها مبادئ وقيم انهارت تماما. فلما الانسان بيبقى ما فيش الوازع الديني والقيم والمبادئ بتاعته منحدره
نهائيا لان هم اتربوا على هذا الاساس، فبالتالي ما بيبقاش مهم بقى عندها حكايه غريزه الامومه دي مش في ضيالها، دي مش مغذياها، فبالتالي هم ينظرون اصحاب هذه الجرائم الى الابناء على انهم سلعه تباع وتشترى، مخلوقات للبيع، سوق دوت كوم لبيع الابناء، سوق على السوشيال ميديا يستخدموها في انهم غير تماسك الاسره، احنا بنفكك الاسره بنقطعها 100 حته لان هم اساسا جم من اسر مفككه. وده كمان ايه؟ لانه في ثقافه هنا مغلوطه جدا، الموروث الثقافي بتاع اغلبك بالمال اغلبيه بالعيال. طب ده راجل دلوقتي ما عندوش مال، انت بتغلبيه بالمال ليه؟ دي ما هو الكثافه السكانيه عامله لنا مشكله حضرتك، يعني لما انا ابقى راجل مش لاقي اكل ومراتي جايبه لي كاسه اولاد كل شويه تخلف، طب هعمل ايه؟ يعني في الايه الكريمه عندنا لا تقتلوا ابناءكم خشيه املاق، يعني القتل بسبب الفقر كان من زمان، دلوقتي احنا بنعيد نفس المشكله رغم انه في تطورات وانتركم وسوري وانترنت وحاجات زي كده، ومع ذلك الناس برضو بترجع تاني لايام الجاهليه. اذا هنا بقينا بعض الاسر متمسكه بالعبوديه، وان دل فدل على الخلل النفسي، ويعني عدم الاتزان النفسي، انا مش بقول اضطراب، عدم الاتزان النفسي لهذه الكائنات البشريه اللي بتسمى اباء، بلس الحاله المتدنيه من الفقر عامه. انا عشان ما حدش يقعد يقول ان انا عشان فقير من حقي اعمل كده، لكن الاسره الفقيره جدا اللي هي بقى سلسال من اجيال من الاسر الفقيره جدا اللي ما فيهاش ثقافه، ما فيهاش تعليم، ما فيهاش صحه، يعني ساكنين في بيئه غير ادميه، يعملوا اي حاجه في سبيل ان هم يكتسبوا المال، اي حاجه، يعني اقتل، اموت، اشتغل في اي حاجه عشان البي احتياجاتي. طب راحت فين المبادئ راحت فين المبادئ والاخلاق والوازع الديني؟ دي مسؤوليه مين؟ دي مسؤوليه الاسر اللي بتخلف اولاد وهي ما هياش قادره تعلمهم وتاكلهم وتشربهم. والحديث عندنا واضح، ما استطاعوا منكم الاباء فليتزوج، انا مش معايا فلوس ما اتجوزش، لان الناس بتفتكر ان اللي بيسال على الفلوس ده في الاول انسان مادي، لا مش مادي، هي الفلوس دي بتحفظ كرامتي كانسان وتحفظ كرامه ابنائنا، انما هو يجيب واحد واثنين وثلاثه علشان يتسول بيهم او يبيعهم، او واحده بقى عامله الرحم بتاعها تاجير ارحام كل شويه بقى تخلف تجيب اتجاره، فعلا احنا رجعنا فعلا. طيب انا لما ابيع ابني هنا ما هو ممكن ينضم لجماعات ارهابيه، ما هو في امن قومي هنا مهدد يا جماعه، مش موضوع اسره بتتفتت بس، يعني دلوقتي ممكن الامن القومي بتاعنا ده في تهديد شديد، انا مش عارفني ده هيتباع لمين وهيعملوا بيه ايه، والله هيقطعوه حتت ويبيعوا اعضائه، يعني في قطع غيار بني ادمين في القصه دي بيتم بيعها ولا ايه بالظبط؟ ما هو في مافيات على فكره حضرتك، في مافيات وفي شبكات اتقبض عليها الفتره الاخيره، لان هم ناس معظمهم مش من جوه مصر، فطبعا الانترنت حاجه مفتوحه والسوشيال ميديا عامله مشاكل كبيره، ولكن احنا بنقول هنا بقى ايه دور المؤسسات الدينيه والمؤسسات التعليميه والاعلام، ودور الاعلام مهم جدا ان هو يوعي الناس دي ويعرفهم يعني ايه جواز، يعني ايه طفل محتاج لقمه، محتاج علاج، اللي انت هتجيبه الفكره مش فكره ان انا اتجوز بس، والفكره في حاجه تانية كمان انه التسول بالابناء ده يبقى لازم الحكومه، تمام، يبقى في قانون حمايه الطفل من ابوه وامه، طالما هتفضل بقى الحكايه دي ان انا بقى اولادي حب تملك او ملكيه خاصه. بس الحمد لله عندنا جهاز امني قوي ورصد الظاهره، هي مش ظاهره، رفض لا الحمد لله رصد الجريمه وتم القبض عليهما قبل تنفيذ جريمتهما. فانا بشكر حضرتك، واستنينا مع الترند التاني، محتاجينك قوي برضو تقول لنا ايه القصه في حكايه الحاجه زهره اللي في شهر العسل جمعت بين زوجين، اتجوزت في شهر 1/2، امال في 12 شهر هتتجوز كام؟ ده الترند بتاعنا التاني، فاستني معانا عشان تجاوبينا الدكتوره ايمان عبد الله الاخصائيه في مجال الصحه النفسيه وعلم النفس. بشكرك جدا على الفقره الاولى، واستني معانا معلش محتاجينك في الفقره الثانيه. عندنا عروسه تزوجت من واحد مقيم في بنها. هي اتجوزت في خلال يعني اتجوزت 14 يوم وسابت بيتها وراحت اتجوزت واحد برضو في خلال اسبوع. ده ايه الشطاره دي؟ يعني ده في شهر يعني حققت رقم قياسي. دي بتعرف تجيب الرجال، ايه الشطاره دي؟ هي
القصة عبارة عن إن عروسة اتجوزت لمدة 14 يوم، وكانت اتعرفت على شاب على الفيسبوك خلال 6 شهور قبل جوازها. وفي يوم كان يوم خميس كانت معزومة عند جدتها، والعريس كان نزل مع صحابه، اللي هو جوزها كان نزل مع صاحبه، فاتصل بيها بيقول لها انت فين؟ قالت له انا هخلص شوية حاجات في البيت وبعدين هروح لجدتي. فالزوج خلص مع صاحبه وراح لجدتها بيسأل عليها، مش لاقيها. فطلع البيت كان معاه مفتاح بس ما بيفتحش غالبا او حاجة زي دي. بعد كده هي فين؟ مش موجودة. طب هي ما جاتش؟ لا ما جاتش. طب ما فيش اي اخبار عنها؟ لا طبعا. في خلال الفترة دي هي كانت بتركب بقى العربية معاه، مع اللي هو الشخص التاني، وراحت واتجوزوا وايه يعني، تقريبا عملوا شهر عسل تاني لوحدهم. ده ما لحقوش يعملوا شهر عسل، ما لحقوش. ده 14 يوم يعني، فدي حاجة غريبة عاملاهم سبحة ومخليها ده احتياطي على ما تتجوز ده وتنقل بعد 14 يوم تتجوز واحد تاني. الفكرة انها رجعت. رجعت كمان. رجعت. وقالت ان هو جوزها يعني كان بيضربها او بيمد ايده عليها وهكذا، وهو ما لحقش يعني. هو ما لحقش الراجل ده. كانوا معزومين عند جدتها عزومة يعني، عشان عزومة بعد الفرح، و يعني بتتعرف على زوج ابنتهم، وبعدين طفشت قبل العزومة وراحت اتجوزت واحد تاني، ويا عالم كانت محضرة مين ولا ايه تاني في خلال الشهر ده. كانت ممكن كمان اتجوزت زوج تالت وبقى مثنى وثلاث ورباع وما ملكت ايمانها في هذه القصة. حاجة غريبة جدا يعني، هذه السيدة اللي هي يعني مش عارف ده خلل في ايه، خلل نفسي. هل خلل ولا هو ضعف ايمان، ولا هو خلل نفسي، ولا يعني هو قلة حب، ولا ايه بالظبط؟ ما هو ده ممكن يكون ان هو مفيش حب، ان ده جواز صالونات، وممكن يكون هي طماعة بتاخد من ده فلوس ومن ده فلوس. وبعدين انا شايف ان هم لسه كمان في شهر العسل يعني، لسه ما مروش باي ضائقة مالية او اي احتياجات، والناس الاقارب من هنا ومن هنا بيعزموهم عشان يعني انت عارفين لما الواحد لسه متجوز جديد، اهل العروسة واهل العريس بيعزموه كده على اساس يتعرفوا عليه، وعلى اساس برضو ان هم يدعموا العريس والعروسة ويوطدوا العلاقات وكذا. فانا مش شايف سبب مادي في هذه القصة، وده سبب الدكتورة ان شاء الله ايمان تقول لنا ايه السبب في هذا الخلل، يعني احنا حيرانين فيه يعني. هو برضو يعني هو ما لاحظش طيب ان هي مثلا على علاقة بحد تاني، مش مهتمة بيه مثلا يعني؟ اكيد يعني فترة الخطوبة ما بنلوش اي حاجة يعني، في برضو حاجات كده بتبان، في علامات بتبان، بس باين انها محترفة يعني، ما بانش عليها حاجة. اذا كان 14 يوم وعملت كده، والتاني كان جاهز بفرح و بمعازيم وباهله هو كمان، وبيكتب وهو بيقول ان هي ان اهلها كويسين وان هي كويسه، فمحتاجين نعرف برضو السبب اللي بيؤدي ان البنت مثلا تعمل حاجه زي دي. حاجه طبعا مخالفه لعاداتنا وتقاليدنا، دي طبعا ما هي المشكله والكارثه، مخالفه للشرع، مخالفه لكل حاجه، للاعراف والعادات والتقاليد والقيم والمبادئ بتاعت الأسر المصرية جميعها يعني. متهيألي إن مفيش أسرة في مصر يعني هتقبل هذا الوضع أبدا. وأكيد الزوج الثاني هي مغفلاه برضو، والزوج الأولاني مغفلاه. مش معقولة ده يعرف إن في واحد تاني، أو التاني عارف إن هي سايبة واحد وجاية تتجوزه، كان على الأقل خالص ما كتبش عليها أو ما اتجوزهاش. لكن الموضوع إن هي غفلت الزوجين. أعتقد إن هي القصة ان هي في جزء يعني، هذه السيدة بارعة في ارتكاب هذه الجريمة والتخطيط لها بجد، ان هي توقع رجلين بأسرهم يعني. الراجل ده بأهله اتغفله، والراجل ده بأهله اتغفله. لكن الاولاني برضو نقدر نقول ان هو ما كانش ملاحظ حاجة، او هي طبعا كانت بتخطط لحاجة. معنا دلوقتي اتصال مرة أخرى، تواصلنا مع الدكتورة إيمان عبد الله أستاذة الصحة النفسية. أهلا بك يا فندم، والإرشاد الأسري أهلا بك يا فندم، إرشدينا. أهلا. هو دي الخيانة اللي بتاعت شعر العسل صح؟
في شهر العسل اتجوزت تسمين 14 يوم اتجوزت ده وراحت اتجوزت التاني. كل اسبوعين بتتجوز واحد. ما عندهاش وقت والله. بس انا هقاطعكم ثواني، انا برضو هاخدها من الجانب الانثوي شويه، ان هو ممكن يكون برضو اغواء، يعني طبيعي اغراء اغواها او غراء اغراها. يعني هي مثلا مارلين مونرو ولا ايه بالظبط؟ انا مش عارف. السيده ممكن يكون ضحك عليها برضو، لاني هو برضو ده هي اللي ضحكت عليهم يا استاذه روان. ما تلبسيش الرجالة الموضوع كله عندها هي مش عندنا بصراحة يعني. ولا رأيك يا دكتورة إيمان؟ يعني أنا هقول لكم بقى من الألف للياء الأول. اتفضلي. الزينة عند المرأة هي بيبقى أولا من النوع اللي يعني ما تكونش عشان الجسد، لا هي الخيانة عندها الأول لازم المشاعر تصدقها في المقام الأول، يعني لازم الألفة وتحس إن الشخص اللي هي هتروح تكون عشانه ده في حميمية وفي احتضان وفي كده تواصل روحي ما بينها وما بينه. دي حاجة عشان تكون لازم يبقى في ده نمبر وان عندها. تاني حاجة في المقام بتاع الخيانة عند المرأة الجسدي. نحط بقى تالت حاجة ممكن يكون في جزء اكتئابي عشان ما بتقدرش تسيطر على عواطفها ويبقى عندها موضوع الإغراء ده أو الإغواءات، بتبقى سهلة جدا. عند الرجل طبعا عكس كده تماما، لما بيخون علشان ندوة، لكن هي ممكن تكون عشان بتحب مشاعر حبت الشخص ده تخون. ومن الواضح ان المشكلة اللي قدامنا ان هي حبت بالفعل حد من على الانترنت وقعدت معاه ساعات طويلة جدا عبر وسائل التواصل، بتتكلم وبتحبه فعاشت معاه فعلا مشاعر قوية قوي. هنا يعمل ايه؟ الخيانة في الحياة الزوجية تختلف تماما عن الخيانة في البداية. دي مشكلة في البداية هنا يعني، وخصوصا السيدات او البنت او المرأة برضو خيانتها في اول الزواج تختلف عن الرجل. المرأة لما تكون في بداية الزواج يبقى هي مشاعرها ما زالت مع الحبيب، فبالتالي لما بتيجي تتزوج هي مش قادرة تستشعر بأي حاجة ولا علاقة حميمية ولا مشاعر ولا اي حاجة نهائي. دي حاجة. حاجة تانية طبعا احنا بنقول انه العلاقات السابقة بتاخد نمبر وان في الخيانة في الشهور الاولى او الشهر الاول اللي هو شهر العسل، اللي هو العلاقة السابقة للزوجة. قد تكون بتحب الشخص ده، كان خاطبها او هو موعدها بالزواج او هي فعلا حبته لسنين او لشهور طويلة. 6 شهور تكفي انها ممكن تتعلق بيه جدا كمان. 6 شهور دي ممكن تخليها فعلا تتعلق، هي كانت تقريبا بتحبه قبل الزواج حوالي 6 شهور تعرف هذا الشخص يعني. طبعا بيكون عندها برضو يا جماعه يعني حاجه كده اسمها التوقعات الوهميه، هي ممكن تواثق على الزوج ده تتجوزه مش عشان تسكت اهلها بس، لا هي ممكن تكون في حاجه في دماغها ان ممكن الراجل ده هيديها نفس المشاعر بعد ما تتجوز زي الاولين اللي هي بتحبه. فبتخش دكتورة إيمان، عايزين نسمع حضرتك يعني تكملي لنا الشرح الجميل اللي حضرتك والتحليل النفسي لحضرتك. يعني الاتصال انقطع ولا ايه بالظبط؟ يبدو ان الاتصال انقطع، فنعود للدردشة مع بعض كده في القصة ديت. هي بتقولك ان هي ممكن تكون كانت بتحب الشخص اللي ده اللي هو اتعلقت بيه 6 شهور على الفيسبوك واتجوزت التاني ده، وبعدين عشان ما حبتش اللي هو الشخص اللي هي اتجوزته في بنها ذات اللي سابته وطفشت بعد 14 يوم، فاضطرت ان هي تروح فين؟ لحبيبها اللي هي متعلقة بيه. بس ده طبعا ما كانتش، كان يجب ان هي ما تظلمش هذا الرجل، يعني كان يجب من البداية ان هي تكون واضحة وان تكون ان هي تقول لا انا مش هقدر اتجوز هذا الشخص، بحيث ان هي ما تظلمهوش، لانها دلوقتي ارتكبت جريمه كمان وما قدرتش تعيش مع الشخص اللي ما بتحبوش. هنرجع هنا بقى للنقطه ان ممكن برضو جايز يكونوا اهلها هم اللي ضغطوا عليها بفكره الجواز، لان طبعا برضو في مجتمعنا في كتير من الاهالي بيخصبوا اولادهم على الجواز مثلا من شخص هم ما يعرفوهوش، مش بيحبوه، الحاجات دي كلها. فبرضو عايزين نتكلم على النقطة دي مع الدكتورة ان هي توعي الناس المقبلة على الزواج.
يتصرفوا ازاي، خصوصا الفتيات اللي هم بيبقوا في بعض هذه الحالات بيكونوا مكسورين الجناح. بس انا شايف النهارده العمليه ما فيش كسره جناح، انا شايف ان البنات بتنفذ على اهلها كل حاجه، بس مش دايما يعني، مش دايما. لا مش دايما طبعا. وهل ده يكون من وجهه نظرك كأنثى دافع لانها ترتكب هذه الجريمه؟ لا طبعا، بس ده مش مبرر يعني. كان على الاقل خالص تطلب الطلاق وان هي تطفش طبعاً. تروح لاهلها وبعد كده يتم زواجها بشكل شرعي مع الشخص الاخر ده اللي جاهز رخر بفرح ومأذون يعني شيء غريب جدا. هذه السيده يعني جهزت عارسين انا مش عارف هو كتب قايمه منقولات ايه التاني ده رخر كمان ولا ايه بالظبط، مش عارف. ده راجل بصي اونلاين على طول بيتجوز ما يعني لو رفضناها بص يعني بيع اطفال من هنا اونلاين، هنا جوازه اونلاين، هنا جواز اونلاين يعني. يبدو ان الانترنت والفيسبوك والتواصل الاجتماعي بيستخدم غلط في بعض الحالات. فيعني هو سلاح ذو حدين يعني، ممكن هو نافع جدا كبزنس وكشغل وكفعلا تواصل اجتماعي، في علاقات بين الناس، فبينجح ان هو بيوطد العلاقات فعلا ما بين الناس وبيجعل الناس كلها على تواصل الاجتماعي مع بعضها في نفس الوقت وباسرع وقت. ولكن هناك الجانب الاخر لهذه الوسائل، ان في ناس بدات ان هي تستغلها في استخدام جريمه وتستغلها في استخدام علاقات غير مشروعه، ويعني ظهر كمان حكايه الاتجار بالبشر وبالاولاد والقصه. وكمان قبل كده احنا عرضنا جرائم مثل كان في ناس بتلعب اللي هو الميسر اللي بيسموه القمار على بواسطة لعبة معينة أو أبليكيشن معين بيتم استخدامه، بتبقى الأب والأم قاعدين وبسلامته قاعد بيلعب قمار مع ناس تانية وبيراهن وبيخسر وبيكسب، وقصص كده استحدثت مع كل المحدثات الجديدة في المجتمع المصري. بس احنا نرجع لموضوعنا النهاردة، الترند التاني بتاع الحاجة زهرة ده يعني حاجة غريبة جدا يعني. ده حتى زهرة وأزواجها الخمسة ما كانوش كده يعني، مش كل 14 يوم، كل أسبوعين بتتجوز. ده حاجة مش ممكن، دي بتتجوز ثلاث مرات بعد الأكل. دي ايه دي الست دي؟ ده حاجة يعني يعني احنا مش عارفين. يا روان انت تنصحي كل بنت بصفتك أنثى يعني، وأكيد بتفكري في المرحلة دي، إزاي إنها تختار صح وإزاي إنها ما تحطش نفسها في هذا الموقف البشع؟ أنا قبل ما أنصح البنات هنصح الأهالي إن هما ما يضغطوش على أولادهم ويسيبوا لهم حرية الاختيار. طبعا الأهالي بيبقى ليهم وجهة نظر ودايما بيقولوا إحنا لينا نظرة مستقبلية والحاجات دي كلها، لكن بطبيعتنا احنا دماغنا ناشفة، ولو أصرينا مثلا على حد بنبقى خلاص احنا عايزين الشخص ده، فبنبقى مصممين عليه في دماغنا وقلبنا بقى وعقلنا وكل حاجة بتختاره. فهو طبيعي ان الأهل ينصحوا ويسيبوا لنا حرية الاختيار او يسيبوا للبنات حرية الاختيار. او لو الشخص ده مش مناسب تماما مفيش مانع ان احنا نمشي واحدة واحدة، لكن مفيش حاجة اسمها غصب على الجوازة. ده شيء انا من وجهة نظري مش شايفاه ان هو صح، وخصوصا في الاوقات دي علشان ما يحصلش كارثة زي الكارثة اللي حصلت. احنا في ناس كتير بتشوفنا مراهقات، ودلوقتي الجواز بقى في سن صغير مش كبير، فدي برضو كارثة يعني. ما بقاش في وعي كامل لفكرة اختيار الشريك، او ان انا اعرف اختار صح وان انا اكمل حياتي مع الشخص المناسب يعني. فقبل اي حاجة اختاري صح، فكري مرة واثنين وثلاثة وعشرة، الشخص ده هينفع اب لاولادك في المستقبل ولا هو مجرد شخص انا بحبه وخلاص. في عوامل تانية غير الحب لازم نبصلها قبل اختيار الشريك. الشخص ده مناسب انه يكون اب لاولادي، هفتخر بيه في المستقبل ولا لا. بس كده. أشكرك على النصائح الأنثوية اللي حضرتك قدمتها لنا دي، وفطمتينا الحاجات يعني، قلت لنا بعض الأسرار عن شخصية البنات. فأنا في ختام هذه الحلقة بشكركم جميعا لطيب المتابعة، وبشكر الأستاذة روان أبو خشبة على هذه الحلقة الجميلة، وإن شاء الله استنونا في نفس الميعاد وفي يوم الجمعة القادمة وبرنامجكم 50 دقيقة. طبتم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.